إذا كنا مع هذه الكلمة للسيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله. نذهب إلى محمد فرج محلل ميادين للشؤون السياسية والاستراتيجية للوقوف على ما جاء في كلمة السيد هاشم صفي الدين. إليك محمد، تفضل. تحية علا. طبعا يعني العنوان العام أنه مع كل الألم على فقدان الشهداء وجراح المصابين الصامدين الصابرين، فإن موقع هذه العملية في معادلة أي إنجاز استراتيجي حقيقي في قراءة الأبعاد الاستراتيجية الأساسية هو لا شيء، وهذا ليس تفاؤلا مفرطا ولا إنكارا ولا هروبا من الواقع، وإنما انطلاقا من أبعاد واستنتاجات علمية في هذا الاتجاه. ويمكن القول بأن هذه الأبعاد، أولا ما تحدث به السيد هاشم صفي الدين في هذا الاتجاه، أن عمليات التي تمارسها والتي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان مستمرة ولا شيء يمكن أن يوقفها. فبالتالي إذا كان هنالك هدف للإسرائيلي من خلال هذه العملية أو غيرها أن يوقف جبهة الإسناد اللبنانية فهذا أمر مستحيل. والصيغة العامة، الإطار العام الذي وضعته المقاومة الإسلامية في لبنان وبتوقيع سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، أن المعادلة في إسناد لبنان هي معادلة صفرية، بمعنى أن دون وقوف بدون توقف الحرب الإجرامية الوحشية التدميرية الإسرائيلية على قطاع غزة وبشروط المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تتوقف جبهة الإسناد اللبنانية في أي شكل من الأشكال. الجانب الثاني هو أن أي محاولة إسرائيلية لتحسين الشروط الإسرائيلية في مستوطنات الشمال لإعادة سكان المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة ضمن أي معادلة لا يمكن للإسرائيلي أن يبحث عن تحسين هذه الشروط. هذه الشروط يمكن حصرها في اتجاهين، الاتجاه الأول مادي مالي، والاتجاه الثاني هو اتجاه سيكولوجي جماعي. هذه العملية لا يمكن لها أن تخدم أي من الاتجاهين، لا يمكن لها أن تخدم 950 مليون دولار التي تم تصريفها كدفعة واحدة في شهر أيار عام 2024 لإعادة تأهيل الشمال كمحطة مؤقتة وليس لإعادة تأهيل كلي وشامل. ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تساهم هذه العمليات في إصلاح الضرر والعطب السيكولوجي الجماعي الذي طالب المستوطنين الذين لن يعودوا بأي شكل من الأشكال مع هذه العمليات، بل بالعكس قد يسبب هذا تضررا كبيرا للأثر النفسي وخوفهم وقلقهم من العودة بأي شكل من الأشكال. محاولة تغيير المعادلات بالنسبة لكيان الاحتلال أمر غير ممكن، وهو يعرف بأن أي عملية سوف يكون قصاصها كما تحدث السيد هاشم صفي الدين في هذا الاتجاه قصاص خاص وكبير. وقد تعلم من أن اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر كان الرد عليه كبيرا، وربما أن المعلومات التي نشرتها الميادين في هذا الاتجاه كانت كافية ووافية، وأن الإصابة التي توجهت إلى قاعدة جريلوت كانت كافية وكانت أثارت الرعب الكبير الإسرائيلي في هذا الاتجاه. المسألة الرابعة التي يمكن الانتباه إليها حتى البحث الإسرائيلي عن الأهداف الميؤوس منها التي حاول فيها مرارا وتكرارا، الأهداف التي حاول فيها ووصلت إلى مرحلة الأهداف المحبطة، الأهداف اليائسة، الأهداف غير قابلة التحقق والتحقيق، يمكن القول بأن أي محاولة لتأليب البيئة، بيئة المقاومة على عناصر المقاومة أمر غير ممكن. ولكن الحالة التي وصل إليها اليوم الوضع أن بيئة المقاومة تمددت، وصدقيني علا أنها تتمدد. ما نقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي من تضامن كبير على المستوى العربي، الجميع ينظر اليوم إلى حزب الله أنه يقاتل نيابة عن الأمة، والدم الذي اختلط بين عناصر المقاومة والبيئة الحاضنة للمقاومة سوف يؤسس لمرحلة جديدة من اختلاط الدم، ولكن هذه المرة إن شاء الله وبإذن الله خارج حدود لبنان. إذن انطلاقا من هذه الكلمة ونحن بانتظار كلمة الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله غدا، وطبعا من أهم ما ذكره السيد هاشم صفي الدين أنه نحن أمام نمط مواجهة سيكون جديد مع هذا العدو، ليعرف أنه نحن على أتم الاستعداد. أذهب إلى ناصر اللحام، نحن أمام انفجارات جديدة ناصر لعدد من أجهزة اللاسلكي الآن، بالأمس بيجر والآن نتحدث عن أجهزة لاسلكية محمولة من فئة جديدة في كل لبنان. نتحدث الآن، نتابع الصور، احتراق دراجات، محلات هواتف، شقق سكنية، ويبدو من الصور يعني الحريق أو الضرر اللي تسببه الأجهزة اللاسلكية هو ضرر كبير جدا. ماذا يعني أن تكرر إسرائيل هذا العمل لليوم الثاني على التوالي؟ المزيد معك.
أريد أن أفصل السؤال إلى قسمين. السؤال الأول كيف تغطي الآن وفورا ونحن على لواء وسائل الإعلام الإسرائيلية ما يحدث؟ في البداية قالت وسائل إعلام عبرية بأن أجهزة كهربائية انفجرت في منازل ومحلات حزب الله، ثم عدلوا الخبر وقالوا أجهزة الاتصالات من دون توضيح، وهناك من ذكر الرقم 500 جهاز، لكن لا أعرف إذا كان المصدر إسرائيلي أو أنهم ينقلون عن مصادر معينة. الشيء الثاني الذي راعني أكثر هو الحوارات والنقاشات التي كانت تجري مع رئيس الموساد السابق، رئيس الشبكة السابق ومجلس الأمن القومي وغيرهم، وقالوا أنه المخطط كان أكبر من هكذا بكثير. كانت إسرائيل تريد مثل هذه التفجيرات قد طلقت بداية الحرب شاملة، يعني أن تبدأ الحرب مع لبنان وطلقت البداية أن تكون انفجار البيجر، والآن عرفنا أنه الاتصالات وهناك انفجار باتم أكثر، وأن تكون هذه بداية الحرب. لكن الرد المدروس الذي كان من قبل من حزب الله منع. والنقطة الثانية أن اثنين كما أوردت معظم وسائل الإعلام العبرية أن اثنين من ضباط حزب الله شكوا بأنه أجهزة البيجر مخترقة، وأبلغوا بأنه هذه الأجهزة مخترقة، وسمع الموساد توصياتهما بوقف التعامل معها، وخافوا أن حزب الله يرميها قبل أن يتم استخدامها فاستخدموها هكذا. وهناك انتقادات على استخدامها هكذا لأنها كانت يعني هذا سلاحا استراتيجيا في المعركة الشاملة القادمة. الآن هذه التفجيرات ربما واحد من اثنين، إما إسرائيل تريد أن تجر الإقليم كله لحرب شاملة، وإما أنه لديها معلومات بأن حزب الله استطاع أن يعرف أو بدأ يفكك خريطة اختراق الأجهزة، وبالتالي فجروها قبل أن يتم التعامل معها. والحقيقة بأن هذا شغل بالتأكيد مبني على الجزيئات، وبالفعل كما ورد في التقرير لا يمكن لأي دولة أن تكتشف. أريد أن أكرر قضية كنا شاهدناها كصحفيين في الأرض المحتلة، كان هناك العديد من الشهداء الذين استشهدوا بسيارات انفجرت، لكن بعد فحص الخبراء المتفجرات الفلسطينيين على رأسهم الشهيد عطف عبيات قائد كتائب شهداء بيت لحم، فتشوا السيارة وتأكدوا أنها نقية تخلو من المتفجرات، ثم انفجرت، وكتب بعدها لاحقا بأن هذه المتفجرات سائلة لا يمكن الكشف عنها. هذا قبل 20 عاما، اليوم أكيد مع النانو تطور الأمر بحيث حتى لو أن سلطات المطارات وحتى في أمريكا تقوم بتفتيشها لا يمكن أن تعثر عليها. النانو جعل الجزيئات أصغر 76 ألف مرة من الجزيء العادي، وبالتالي يمكن التعامل مع كثافة هائلة من قوة القتل والأذى. أنتقل إلى فيصل عبد الساتر مدير مركز دال للإعلام. سيد فيصل أهلا وسهلا بك معنا. ماذا تريد إسرائيل مع موجة تفجيرات جديدة بالأمس بيجر واليوم اللاسلكي؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين، ومجددا التعازي لكل أهالي الشهداء والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. نعم أنا أحدثك وأنا كنت في التشيع الآن في منطقة الغبيري، حيث كنت يعني إلى جانب الأجهزة التي فجرت لبعض الأشخاص كانوا يحملونها، ويبدو أن هذه الموجة الجديدة تستهدف الأجهزة ما نسميها بالأجهزة اللاسلكية اليدوية، التي يعني عادة ما يحملها بعض الأفراد الذين يوكلوا بمهمات معينة. ما شاهدناه الآن في هذا التشييع، نعم أن هناك أكثر من انفجار حصل بيد أشخاص ونقلوا إلى المستشفيات، لم نعرف تماما حجم الإصابات، لكن علمت أن أحد هؤلاء قد فقد يده بالكامل أو نصف من يده، وبالتالي نحن أمام موجة جديدة من المتفجرات أحدثت حالة من الهلع والخوف وسط المشيعين الذين لا زالوا الآن يصلون على نحوش الشهداء، وبعد قليل يعني سوف يكون هناك يعني الدفن في هذه الكوكبة من الشهداء. وعلى السيستم التعازي يعني بعد هذه الدقائق القليلة. بكل الأحوال ما يحدث اليوم هو ما يسمى بعلم القانون جريمة متمادية وليس جريمة واحدة. هناك في القانون ما يسمى بالجريمة المتمادية. العدو الإسرائيلي يرتكب المزيد من الجرائم مما يسميه بالقانون الجريمة المتمادية، وهذا برسم كل المجتمعات في العالم وكل المنظمات الدولية
لأن مثل هذا الأمر خطير جدا وغير مصفوف في تاريخ الحروب، وأنه فضلا عن أنه يعني يصف العدو بأنه لا أخلاقي هذا معروف، لكن اللا أخلاقية أن تصل إلى هذا المستوى الغير مصفوف، هذا يعني نحن أمام تصور خطير جدا، وعليه ممكن أن تبنى الكثير من الاحتمالات. فهل هذه إشعارات في الحرب الكبرى التي ستنفجر، أم أن هناك من يتحرك في هذا العالم ليوقف هذا العدوان المتمادي على غزة وعلى لبنان من قبل هذا العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيا، المتبنى أمريكيا، المغطى أمريكيا، ومع الأسف كل هذا الصمت العربي وكل هذا السكوت العربي أعطى العدو الإسرائيلي مزيد من عناصر القوة ومزيد من عناصر يعني التصرف بشكل وكأنه لا أحد في هذا العالم ممكن أن يقول له صف عند هذا الحد من الإجرام. بكل الأحوال هذا لن يوقف المقاومة في شيء. سمعنا اليوم رد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين في التشييع، وغدا سيكون هناك كلمة لسماحة السيد نصر الله. أعتقد أن هذا الذي يجري جزء من هذه الحرب، ولن يكون بالتأكيد رسالة رجعية للمقاومة، لأن المقاومة لا يمكن أن توقف معركتها الأخلاقية والإنسانية والحقوقية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، كما الدفاع عن لبنان، كما الدفاع عن الإنسانية في وجه هذا العدو الوحشي. طيب سيد فيصل، لماذا تستميد إسرائيل يعني وتفعل كل أو تلجأ إلى كل الوسائل للذهاب إلى هذه الحرب رغم التحذيرات من كل الجهات بأن لا تذهب لأن الأمور لن تكون لصالحها، ورغم أن إسرائيل نفسها تعرف أن المقاومة لن تقف يعني أمام عدوانها وسيكون لها الرد، والرد سيكون والحرب ستكون لصالح المقاومة؟ لماذا تستميت إسرائيل الذهاب لهذه الحرب؟ تبني على ماذا؟ في قراءة المتواضعة أنها تريد جر الحزب إلى ما يشبه الرد الانتقامي أو الرد الواسع الذي يكون بمثابة إشعال الحرب، حتى يتسنى لها اكتساب المزيد من الشرعية الدولية بين قوسين لشن حرب ضرور تنتقم فيها من حزب الله باعتباره رأس حربة هذه المقاومة. صحيح أن الذي يجري في غزة مؤلم للعدو الإسرائيلي كثيرا، لكن لنتحدث بكل وضوح أن القوة التي لدى حزب الله هي القوة التي تقيف إسرائيل اليوم على مستوى المنطقة، لأن حزب الله محاذي لفلسطين المحتلة، وبالتالي أي حرب ممكن أن تحدث سيكون لها أثار دراماتيكية على هذا العدو. هو يريد أن يكتسب ما يسميه بالحماية القانونية الدولية بين قوسين، وإن كانت موجودة يعني بوجود الأمريكي، لكن مثل ما بيقول يعني زيت على الزيتون، هم يريدون جر المقاومة إلى أن تغير من العنوان الأساسي لهذه المعركة التي لها علاقة بالإسناد والنصرة لغزة، إلى أن تتحول هذه المعركة إلى ما يريده نتنياهو بما أسماه بالمعركة الوجودية. سيقول لكل هذا الغرب الذي له مشروع أساسي لوجود إسرائيل في المنطقة أن إسرائيل هي مستهدفة، وأن إسرائيل مستهدفة بأصل وجودها، تعالوا وكونوا معنا في هذه الحرب لتضرب إيران في مهدها وليضرب حزب الله، ونقضي على الشعب الفلسطيني والعرب يتفرجون أو يصفقون أو أنهم لا يحركون ساكنا. هذا ما يريده نتنياهو، وليس نتنياهو لوحده، حتى لا نحصر القضية بشخص على ما يفعل بعض المحللين. هذه عقلية الكيان الإسرائيلي برمته، لن يختلف نتنياهو عن غيره ولا عن لبيد عن غيره، كلهم في هذا الإجرام متشاركون وكلهم متضامنون. وأنت يعني تحدثنا نتابع هذه الصور للعديد من التفجيرات اللي حصلت، إن كان في شقق، إن كان طبعا شقق سكنية، إن كان في دراجات، إن كان في محلات هواتف، إن كان في سيارات رباعية الدفع. نعم قلت لك أن هذه الموجة أيضا أحدثت الكثير من الرعب والخوف، يعني منذ قليل أنا لازلت في منطقة التشييع وأرى حالة السيارات و إطلاق العنان لأبواق السيارات. نعم، حالة من الخوف، لأن الناس أثرها سيد فيصل، أثرها يعني أكبر من البيجر؟ لا، حتى الآن لم نرصد ما له علاقة بمثل هذا الأمر،
لانه عم نشوف احتراق شقق يعني واحتراق سيارات بالكامل. لا يعني الى الان لا استطيع ان اقول لك، لانه يعني الان انتم تحدثتم معي للتو بعد الانفجارات الاولى. لم ارصد، لكن بطبيعه الحال ما اشاهده الان يعكس هذه الموجه. يعني نحن سمعنا الانفجارات، ويعني اثناء القاء الكلمه على المنصه لعريف الاحتفال قبل ان يقدم رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في كلمته، وكان هناك طلب من الجميع ان يطفئوا الاجهزه التي بحوزتهم، وهذا ما حصل بالفعل. ربما هذا الامر متعلق اذا ما كانت هذه الاجهزه شغاله او هي يعني اون اير كما يقال، اما اذا كانت اوف لا ادري اذا كانت ممكن ان تتعرض لهذه الموجه من التفجيرات. طبعا هذا الامر يحتاج الى تقنيين. صحيح الى حين معرفه الامور يعني على الصعيد التقني من اهل الخبره، كي لا نتحدث في التكهنات وامور يعني ليس من يعني الا من اهل التخصص. اذهب الى علي جزيني محلل ميادين لشؤون الامن القومي. ايضا ماذا تعني هذه الجوله الثانيه من هذه التفجيرات؟ لماذا تعتقد إسرائيل أنه بهذا التفوق اللي تملكه ممكن أن تحسم معركة؟ لماذا تعتقد أنه بهذه الصور ممكن أن يعني تهزم المقاومة اللي معروف وأثبتت على مر التاريخ أنه مع كل ضربة تزداد قوة؟ يعني هو بشكل أساسي الآن حالما يبدو العدوان يستهدف أجهزة معينة وليس لبث الذعر كما يقول الكثيرون الآن على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يستهدف كل ما هو بطاريات ليثيوم. هذا غير صحيح وهذه معلومات خاطئة. يستهدف أنواع معينة بحسب ما تبدى من الصور الآن، أجهزة من نوع آيكوم V82 يعني على ما بدأ من أكثر من حطام من الصور المنتشرة. إذن الهدف الأساسي هنا يهدف الإسرائيلي هو تحول يعني من هدف استراتيجي في حال مثلا قام بهذه الأعمال مثلا خلال بداية حرب، وهو يعني نشرت بعض المصادر التي لا يمكن التأكد يعني من صحتها أم لا، موضوع أن هذا كان يعني يعني يخبئ هذا السلاح لحرب ولكن اضطر أن يستعمله الآن. يعني الهدف الأساسي خرج من إطار كونه سلاحا ضمن حرب ذو هدف استراتيجي إلى هدف بشكل أساسي يختص بالتأثير على المعنويات، على كي الوعي، على إفقاد المواطنين هنا الثقة بالمقاومة وزعزعة يعني آليات اتخاذ القرار. لذلك هنا بناء على معرفة أهداف الإسرائيلي يعني يجب أن يكون المواطنون أو نحن بشكل عام نكون واعيين في هذا الإطار، أي أن لا نساهم ببث الشائعات وزيادة الهلع. الوقت الذي يعني يمكن أن تتخذه المقاومة هنا في احتواء الحادث وفي يعني معرفة تداعياته وحدوده سيقل بشكل كبير إذا لم نساهم بنشر حالات الهلع وانتظرنا البيانات الرسمية هنا. وأهم شيء يعني في هذه الحالة هو الإفساح المجال للناس في المستشفيات وغيره. إذن الهدف الإسرائيلي هنا هو ذو طابع تكتيكي، الإيذاء يعني المادي بشكل أساسي، وأيضا التأثير على المعنويات، التأثير على آلية اتخاذ القرار. يعني هذا ما يأملون، هذا بالتأكيد لن يتحقق، ولكن هم يأملون تأثير على آلية اتخاذ القرار وإدارة الحرب يعني في عملية الإسناد الآن لغزة، ولكن هذا ما لن يتحقق بالتأكيد. نذهب إلى عباس الصباغ معنا من الضاحية الجنوبية لبيروت. طبعا أكثر من تشييع كان اليوم لشهداء مجزرة الأمس، أيضا أثناء التشييع كان في انفجارات لهذه الهواتف اللاسلكية. يضعنا بالمزيد حول المشهد الزميل عباس الصباغ. عباس. نعم، يعني في هذه الأثناء تشيع الضاحية الجنوبية 4 من الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس جراء العدوان الإسرائيلي الإلكتروني غير المسبوق وهذه المجزرة الرهيبة التي حدثت بالأمس، هذه المسيرة المهيبة والحاشدة التي انطلقت قبل قليل هنا في منطقة الضاحية الجنوبية للشهداء مهدي علي عمار نجل عضو كتلة وفاء للمقاومة النائب علي عمار والشهيد عباس فضل ياسين والشهيد محمد حسن نوردين والشهيد الطفل محمد بلال
خلال كنج يعني هذا التشييع الذي تشارك فيه قيادة حزب الله، رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، ونائب الأمين العام لحزب الله السيد الشيخ نعيم قاسم، وحشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين في هذا المشهد المهيب في الضاحية الجنوبية، وسط هتافات تؤكد بأن ما قام به العدو الإسرائيلي لن يثني هذه الجماهير عن التزامها بخط المقاومة، عن نصرتها لفلسطين ولغزة ولجبهة ومواصلة جبهة الإسناد اللبنانية لغزة. هذه المسيرة الحاشدة تشق طرقات الضاحية الجنوبية وسط مشاركة كثيفة من جمهور المقاومة، من أهالي الشهداء، من جمهور عريض يقول ويردد مهما فعلتم لن نتراجع، قيد أنملة عن الخيارات التي اتخذتها المقاومة في جبهة إسناد غزة أو في مواصلة ردها على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. طبعا كان هناك كلمة للسيد هاشم صفي الدين رئيس مجلس التنفيذ لحزب الله، أكد بأن المقاومة لن تسكت عن هذا العدوان، وأن الكلام بطبيعة الحال سيكون غدا للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي سيحدد طبيعة أو ملامح المرحلة المقبلة بعد هذه المجزرة الإسرائيلية غير المسبوقة التي ارتكبت عصر يوم الثلاثاء. نعم، بالنسبة للانفجارات التي سمعت في الضاحية الجنوبية كانت هي نتيجة عن تفجير أجهزة اتصالات لاسلكية في أكثر من منطقة هنا في الضاحية الجنوبية وفي مناطق أخرى من لبنان. يعني حتى اللحظة هناك عدد من الإصابات، وأحدثت بعض الحرائق في بعض المحال وأيضا في بعض الشقق السكنية. يعني هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة من الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم. رويترز عن مصدر أمني: حزب الله اشترى أجهزة اللاسلكي المحمولة قبل 5 أشهر في وقت شرائه أجهزة البيجر تقريبا. على كل حال نحن بانتظار المزيد للاستيضاح أكثر حول الموضوع. في نقطة لافتة علي كنت حدثتني فيها أنه اللاسلكي يختلف عن البيجر فيما يتعلق بموضوع الليثيوم، ربما يعني لديك معلومات أكثر تشرح لنا عن هذا الموضوع، أخبرنا عن الاختلاف، وإذا كان هنا بطريقة التفجير كانت بطريقة، وأيضا يعني بحسب مصادرنا اليوم كان غير ممكن حتى بالأجهزة اللي بتكشف أنه في تفجيرات كان غير ممكن كشف التفجير اللي تم وضعه بالبيجر. ماذا عن اللاسلكي؟ يعني هو اللاسلكي يعني أظن ينتمي إلى نفس الفئة، هنا نتحدث عن عمل تفخيخ وليس عمل مثلا لتفجير البطارية عبر هجوم سبراني أو هجوم إلكتروني. نحن نتحدث يعني إذا تم استيراد مثلا كميات معينة البطاريات، هنا في هذه الحالة يتم وضع عبوة يمكن أن تكون يعني نوع العبوة داخل البطارية مصنوعة مثلا من متفجرات بلاستيكية بخاصية ما لا يمكن لأجهزة السكانر أن تكشفها إلا بحال تشريح مثلا البطارية أو إخضاعها لاختبارات معينة. إذن بالخلاصة يمكننا أن نقول هنا يعني حتى الإسرائيليين قد يكونون ابتدعوا تقنية جديدة مثلا لتفجير مادة الليثيوم التي هي حساسة للحرارة، ولكن شكل الانفجارات لم أرى فيديوهات حتى الآن حتى عن انفجارات الأجهزة، ولكن شكل انفجارات أجهزة البيجر البارحة تدل على أنها يعني شحنة متفجرة أكثر من أنها ليثيوم، بحيث الليثيوم يعني يسخن بشكل كبير في البداية ثم يصدر شرار. الفكرة هنا هي أن البطاريات نفسها قد تكون مفخخة وليس الأجهزة، يعني قد يكون مثلا نتحدث هنا عن حجم بطارية الجهاز العادي تكون يعني 1500 2000 3000 ملي أمبير ساعة، حجمها إذن أكبر. بطارية هنا ما يسمى بالبيجر يعني قد تكون 500 ملي أمبير، بالتالي هي يعني حجمها يستطيع حمل شحنة أقل. ولكن فكرة الجهاز هنا هي أنه في أغلب الأحيان يمكن عدم وضعه يعني بجانب الشخص، بعكس يعني البيجر التي يعني كما ضمن السردية الإسرائيلية هم يدعون به بأنهم قاموا يعني بالإيحاء بأن هناك مثلا خطر حرب أو غيره، بالتالي يعني هناك اضطر الكثير من الناس مثلا لحمل البيجر بجانبهم. هنا في هذه الحالة يعني قد يكون حشو المتفجر نظرا لحجم البطارية أكبر، ولكن الوضع يعني وضع الجهاز يختلف عن وضع البيجر هنا يعني بالنسبة للقرب من الجسد أو غيره. يعني لذلك نأمل يعني بالشفاء العاجل للجرحى. نعم. ولكن مصادر يعني مصدر طبي يعني تكلمت الآن مع أحد الأطباء في المستشفى في أحد المستشفيات، هو يقول لي بأن الإصابات هي يعني أخف من البارحة يعني مما وصله البارحة. طيب شكرا لك زميل علي جزيني محلل الميادين لشؤون الأمن القومي. معنا زميل حسين السيد الآن من أمام مستشفى
مرج عيون. حسين، مشهد من عندك لو سمحت. نعم علا، نستطيع أن نقول أنه اليوم المشهد يتكرر لليوم الثاني تواليا، ولكن الحديث اليوم يدور عن أجهزة لاسلكي انفجرت في بعض السيارات في بعض الشقق السكنية، ومع أيضا أشخاص إن كانوا داخل المقاهي أو داخل المحلات التجارية. المشهد كما أمس ولكن على نطاق أصغر. نستطيع أن نقول أن عدد الإصابات أقل بحسب ما نرصد في عدد كبير من المناطق. هنا في مستشفى مرج عيون لم يصل إلا 3 إصابات حتى الساعة بحسب معلوماتنا، وهذا عدد أقل بكثير من الإصابات التي نقلت إلى هذه المستشفى أمس. إذا نتحدث لليوم الثاني تواليا عن هذه الانفجارات التي تحصل اليوم بأجهزة اللاسلكي، ولكن هذه الانفجارات حقيقة بحسب ما نرصد وبحسب ما شاهدنا وتابعنا من فيديوهات يبدو أن الانفجار أكبر من الذي حصل أمس بهذه الأجهزة. بالتالي يبدو أن الانفجار الذي تعطيه هذه الأجهزة أوسع نطاقا، ولكن كما قلنا عدد الإصابات في المناطق اللبنانية أقل من أمس، ولكن هو منتشر أيضا. هذه الإصابات منتشرة على جميع المناطق اللبنانية. علمنا بإصابات هنا في جنوب لبنان، في صيدا، في صور، في أيضا البقاع كان هنالك عدد من الإصابات، وفي عدد من المناطق الأخرى. أيضا ننتظر لتوضح الصورة أكثر عن هذا المشهد بعدما جرى أمس على شكل موسع أكثر. بطبيعة الحال كانت الانفجارات أمس بشكل كبير جدا على مستوى البلاد، وبالتالي كان هنالك آلاف الإصابات نقلت إلى المستشفيات. اليوم يبدو الوضع يعني أقل من أمس لناحية الإصابات، ولكن كما قلنا يعني هذا الانفجار الذي يحدثه هذا الجهاز اللاسلكي أكبر من الانفجارات أمس، وبالتالي ننتظر ما قد تحمله الساعات المقبلة وما قد يتوضح خلال الساعات المقبلة بشأن هذه الانفجارات التي حصلت اليوم. أمس كان الحديث عن تفخيخ أجهزة اللاسلكي التي انفجرت أمس بعدد من الأشخاص، ولكن اليوم لم يتضح حد الساعة إذا ما كان الموضوع نفسه يتكرر هنا في لبنان بشأن هذه الأجهزة اللاسلكية الأكبر حجما من الأجهزة التي تفجرت أمس. إذن نحن أمام اعتداء إسرائيلي لليوم الثاني تواليا على ما يبدو بنفس الطريقة، ولكن بأدوات مختلفة. تختلف هذه الأدوات، ولكن لدينا أيضا إصابات على مستوى لبنان. نتحدث عن ضاحية بيروت الجنوبية، وخصوصا أيضا خلال التوقيت، أيضا خلال عدد من مراسم التشييع التي تقام في عدد من المناطق لشهداء ارتقوا أمس، أيضا تفجرت هذه الأجهزة في مراسم التشييع. إذا نتحدث عن عدد كبير من الإصابات، ولكن حتى الساعة هو أقل بكثير من أمس من مستوى أمس، ولكن على نطاق أوسع. نحن هنا أمام مستشفى مرج عيون حتى الآن على حاله يعني منذ نحو نصف ساعة ما تم نقله إلى هنا 3 إصابات حتى اللحظة، ومنذ ذلك الوقت لم تأتي أي سيارات إسعاف جديدة إلى مستشفى مرج عيون لنقل المزيد من الإصابات. وكما نتابع في عدد من المناطق الجنوبية وحتى في بيروت والبقاع يبدو أن العدد بالفعل أقل بكثير من أمس. إذن ننتظر لتتوضح الصورة أكثر، و ننقل أيضا ما تنقله قيادة الجيش اللبناني عن فسح المجال أمام الفرق الطبية للعمل من قبل المواطنين، وعدم الاقتضاض في المناطق التي تحصل فيها حوادث أمنية، وذلك للسماح أكثر بحرية الحركة لهذه الفرق الطبية. على كل حال، بدأت تأتي بعض الأخبار، منها إصابة فتاة في نظام انفجار نظام الطاقة الشمسية في منزل ذويها، بالإضافة إلى عدد الحديث عن شهداء. سننتظر طبعا لتتبين أكثر والأمور، ويتم التأكد من هؤلاء الشهداء ومن هويتهم وإلى أي بلدات يتبعون. أذهب إلى الزميل مهدي الديراني معنا من أمام مستشفى بهمن. مهدي، المشهد عندك. طيبة لك. صحيح، يعني كما المشهد في الجنوب هو نفسه في هنا الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن هو أشبه بسيناريو يوم أمس لجهة هجوم إلكتروني. حتى هذه الساعة سجلت العديد من الحوادث الأمنية في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدا خلال إحدى التشييعات، ولكن على الرغم من ذلك كنت قد عاينت هذا المشهد بأم العين. المواطنون لا زالوا يعني يتواجدون في تلك النقطة
على بعد أمتار من هنا من هذا المستشفى. لا زالت يعني هذا المراسم مستمرة، وهو ما يدل على عزم المواطنين، وهو ما يدل على صمود هؤلاء المواطنين في وجه هذه الاعتداءات وفي وجه هذا الهجوم الذي يعني يستمر لليوم التالي. حتى هذا الساعة يمكننا أن يعني نواكب أيضا عمليات التأهب من قبل الطواقم الصحية وفرق الطوارئ والإسعاف، هي على هبة الاستعداد من أجل يعني من أجل استقبال الحالات التي تسجل بين الحين والآخر. بحسب مصادر طبية أكدت لنا بوجود يعني وقوع إصابات، بعضها إصابات هي في هذا الأثناء أيضا تصل حالات إلى المستشفى، مستشفى بهمن، جراء هذا الحدث الأمني وهذا الهجوم الذي يستهدف الأجهزة السلكية. وأعود وأذكر بأن مصادر طبية كانت قد أكدت لنا وجود إصابات، بينها إصابة حرجة بعضها في جنوب لبنان في منطقة النبطية وبعضها الآخر في بيروت. هذه الانفجارات حتى هذا الساعة ليس هناك يعني من سيناريو واضح لجهة سبب هذا التفجير لدى الأجهزة السلكية أو أجهزة اللاسلكية عفوا التي متواجدة. على الرغم من ذلك أيضا سجلت بعض الحرائق في الآليات، نتحدث عن سيارة وأيضا عن هي آليات يعني كانت تتواجد فيها هذا الأجهزة، وهو ما كنا قد عيناها أيضا. حتى هذا الساعة يمكننا أن نقول بأن هناك تأهب كبير لدى الفرق الصحية والطواقم الطبية من أجل يعني استقبال هذا الحالات، على الرغم من أن يعني الطواقم هنا الأمنية تفرض منع التوجه إلى مقربة من هذا المستشفى. ولكن ما يمكنني أن أنقله وما أشاهده بأن الطواقم الصحية هي على استعداد، هناك الأسرة خارج المستشفى يعني تمهيدا لاستقبال الحالات لا سمح الله يعني إذا كان هناك من إصابات ربما خطيرة أيضا. ولكن حتى هذا الساعة هناك عشرات الإصابات بحسب المصدر الطبي للميادين، بأن هناك عشرات الإصابات قد سجلت جراء هذا الحدث الأمني وبعضها إصابات خطيرة. نعم، ربما لنفهم أكثريا أكثر عسكريا الأمور، أعود إليك حسين السيد، ماذا يعني استهداف أجهزة الاتصال إن كان البيجر أم اللاسلكي؟ ماذا يهدف من خلاله عادة العدو عندما يلجأ إلى قطع كل وسائل التواصل هذه، إن كانت حتى لعسكريين أم حتى لمدنيين؟ بالمفهوم العسكري أتحدث بشكل عام، وربما إن كان بالإمكانية تطبيقه على هذه المعركة اليوم مع العدو الإسرائيلي. نعم علا، هي يعني اعتداء على اللبنانيين أولا من خلال تفجير هذه الأجهزة، وهذه الأجهزة التي يستخدمها أصلا مدنيون وكما قلنا مقاومون، ولكن بالأصل هي تهدف ربما إلى قطع الاتصالات، إلى ترهيب اللبنانيين في مناطق عديدة. نتحدث عن انفجارات كما قلنا حصلت في المقاهي، حصلت في المحلات التجارية كما في الأمس تماما، يعني نتحدث عن نفس السيناريو، هذه الانفجارات التي تحصل في عدد من المناطق الجنوبية هنا في النبطية، في صور، في صيدا، وأيضا وصولا إلى البقاع وبيروت حصلت هذه الانفجارات أثناء التجمعات أيضا، ما يعني أن الاحتلال لا يقصد من ذلك فقط هدفا عسكريا وما إلى هنالك، هو يقصد أيضا أو على الأقل يعني هو لا يعني المدنيين الذين يتصاوبون في هذه الانفجارات التي تحصل فجأة خلال وجود أحد الأشخاص الذي يحمل هذه الأجهزة. بالتالي نحن نتحدث عن انفجارات بمناطق يوجد فيها مدنيين، وهو اعتداء مباشر على هؤلاء المدنيين من خلال تفجير هذه الأجهزة بشكل مباشر من خلال وجودها مع أشخاص داخل هذه المناطق. نتحدث عن احتراق لمثلا مباني، سيارات، ما إلى هنالك، ونقل للإصابات كما قلنا. ولكن اليوم اللافت بهذا الموضوع أن الانفجارات أكبر حجما من أمس، نلحظ أن هذه الانفجارات تحدث أضرارا أكبر من الانفجارات التي حصلت أمس، ورصدنا صورها ورصدنا ما الذي فعلته هذه الأجهزة وانفجاراتها لليوم الثاني تواليا. إذن يواصل الاحتلال على ما يبدو تفجير هذه الأجهزة المختلفة التابعة أو التي يحملها سواء مدنيون أو مقاومون أو عاملون في مؤسسات تابعة للمقاومة، وبالتالي هذا اعتداء إسرائيلي ليس فقط على المقاومة الإسلامية بل على لبنان، لأنه يستهدف أيضا بطريقة عشوائية المدنيين
وأيضا المقاومين، نتحدث عن إصابات أمس وحتى اليوم بين أطفال بين نساء، وكذلك الأمر كما قلنا في المحلات التجارية والانفجارات إذا كانت اليوم أعنف فهي تعني إصابات في المحيط بشكل كبير، ما يعني أن ليس الشخص الذي يحمل هذا الجهاز يصاب فقط، بل هناك احتمال لأن يصاب عدد من الأشخاص. الآن يبدو أن هناك سيارة إسعاف تصل أيضا إلى مستشفى مرج عيون الحكومي كما لاحظنا، يعني هذه السيارات تدخل سيارة جديدة يبدو أنها تنقل إصابات. حتى اللحظة يتبين أن عدد الإصابات سيتزايد بالطبع كما شهدنا في يوم أمس. حتى الساعة يبدو أن هذه الانفجارات لا تزال في محيط العشرات من المصابين. سوف ننتظر لنعرف أكثر ما الذي تسببت به هذه الانفجارات التي يحملها أو للأجهزة اللاسلكية التي يحملها لبنانيون. إذن هذه الأجهزة تفجرت فجأة كما قلنا، وهنالك سيناريو مشابه ليوم أمس، نفس السيناريو، نتحدث عن أجهزة يحملها لبنانيون تنفجر فجأة في إطار يعني تفجيرات يبدو أنها عن بعد، تحدث هذه الأضرار الكبيرة سواء بالشخص الذي يحمل هذا الجهاز أو بالأشخاص المحيطين به. بالتالي نحن نتحدث أيضا عن اعتداء إسرائيلي موسع على كامل الأراضي اللبنانية، طال عددا كبيرا من المناطق، وهنالك تبعات لهذا الاعتداء الإسرائيلي لليوم الثاني تواليا يحدث هذا الاعتداء بالشكل نفسه ويأخذ نفس الشكل ولو أن الأجهزة مختلفة. إذا نتحدث حتى الساعة عن هذه الانفجارات التي حصلت في عدد من مناطق الجنوب وصولا إلى البقاع إلى الضاحية، وننتظر لنرى تبعات هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وطبعا كان كلام المقاومة الإسلامية واضحا ببياناتها وتصريحات مسؤوليها عن الرد عن الهجوم الذي حصل أمس، واليوم يتزايد هذا الهجوم، ويبدو أننا أمام تكبير للفاتورة التي سيدفعها الاحتلال مقابل هذه الاعتداءات التي يواصل فعلها من دون أن يأخذ بعين الاعتبار وجود مدنيين، وجود أطفال، ووجود أيضا هؤلاء المدنيين في المكان. إذن هذا هو الواقع حتى الساعة، ننتظر لنتأكد أكثر من طبيعة هذه الانفجارات. صحيح سيما أنه بدأ الحديث عن شهداء. كل الشكر لك الزميل حسين السيد، كنت معنا من أمام مستشفى مرج عيون. إذن مستمرون معكم مشاهدينا، نتابع هذه العواجل يعني مع استمرار هذه الاعتداءات من جديد عبر تفجيرات لأجهزة لاسلكية. المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفنا مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصلية من صواريخ الكاتيوشا. إذن الاستهداف لثكنة بيت هلل، وأيضا استهدفنا مقر سرية تابع للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت بصلية من صواريخ الكاتيوشا. وهذا ما كان يقوله تماما يعني وأكد عليه السيد هاشم صفي الدين، أن المقاومة مستمرة، لا بل أكثر من ذلك، سنكون أمام نمط مواجهة جديد مع العدو في المواجهة. سنكون إذن أمام نمط جديد للمواجهة مع العدو، وهذا بالتأكيد يعني نتابعه. وما يؤكد لهذا الكلام هو استمرار يعني انطلاق صليات الصواريخ من لبنان إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية. نعود من جديد للوقوف على الصورة من أمام مستشفى بهمن والزميل مهدي الديراني. مهدي، اليوم ربما حجم هذا الهجوم ربما قد يكون أكبر لجهة هذه الاستهدافات وطبيعتها، نتحدث طبيعتها. ونحن نتحدث الآن بحسب أيضا وزارة الصحة اللبنانية بأن هناك مئات الإصابات التي يعني سجلت جراء هذا الهجوم الإلكتروني في عدد من المناطق اللبنانية، إن لجهة جنوب لبنان أو حتى العاصمة اللبنانية بيروت أو وصولا إلى البقاع. بالتزامن أيضا هناك نداء من قبل الأجهزة يعني الأجهزة الطبية بتوجه من أجل يعني التبرع بالدم تحسبا لسيناريو يوم أمس بعد ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير. وأيضا هناك أيضا توجه يعني من قبل قيادة الجيش قيادة الجيش اللبناني تطلب من المواطنين بضرورة عدم التجمع في الأماكن التي
التي تشهد هذه الأحداث الأمنية المتسارعة إفساحا في المجال أمام يعني الفرق الصحية بالقيام بعملها وأيضا نجدة الإصابات. حتى هذه الساعة سجل عدد من الشهداء، المعلومات ليست دقيقة لجهة عدد الشهداء جراء هذا الهجوم الإلكتروني، ولكن سجل عدد من الشهداء جراء هذا الهجوم إضافة إلى عدد من الإصابات. نتحدث هنا عن 100 شخص كأعداد أولية بحسب البيانات الأولية، وبالتالي نحن أمام هجوم ثاني، هجوم إلكتروني ثاني على لبنان بمختلف مناطقه. ولا نتحدث هنا عن ربما مراكز عسكرية، لا نتحدث عن قواعد عسكرية بالمفهوم ربما الإسرائيلي أو المفهوم الغربي، نحن نتحدث عن أماكن مدنية. حتى هذه الساعة سجل إصابات بين المواطنين المدنيين، وبالتالي هذا الأمر يمكن أن نضعه تحت سياق خرق للقوانين الدولية وأيضا خرق للقواعد الاشتباك منذ يوم أمس وحتى هذا اليوم. هناك بالتالي خرق لقواعد الاشتباك في الجبهة اللبنانية. ننتظر حتى هذه الساعة تطورات المشهد في بيروت وتحديدا هنا من أمام مستشفى بهمن، وسنكون معكم بطبيعة الحال في حال كان هناك أي جديد علا. صحيح، سنتابع في هذه الصور ومع هذه الصور ومعك أيضا من أمام مستشفى بهمن مهدي الديراني، لكن ستكمل هذه التغطية معكم مشاهدينا زميلة وفاء سرايا. إليك وفاء.